في التصنيف العالمي الأخير تراجعت حرية الصحافة الجزائرية مرة جديدة، في وقت يرى فيه خبراء أن الإصلاحات التي قالت السلطة إنها قامت بها لم يكن لها أي مفعول في مجال تحسين ظروف ممارسة مهنة الصحافة. منظمة محققون بلا حدود في تحليلها لوضع حرية الصحافة في الجزائر لاحظت في تقريرها أنه بعدما يزيد على عام من مصادقة البرلمان الجزائري على قانون جديد للإعلام يفترض فيه أن يلغي احتكار الحكومة للمجال السمعي البصري، لم يتم الإعلان بعد عن إنشاء سلطة ضبط التي يعتبر وجودها ضروريا. سارة بن عيشوبة من هناك. في مكتبه يجلس منهمكا في التحضير لمقال ساخر آخر. سعد بوقبة أشهر كتاب العمود في الجزائر لا يزال يعمل بصورة عادية رغم أنه مهدد بالمتابعة القضائية من وزارة الدفاع بعد نشره مقال نهاية الأسبوع الماضي سخر فيه من لقاء جرى بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح. البيان الصحفي يتحدث عن الجنازة قبل الحديث عن المسائل الأمنية، هذا خطأ إعلامي أردت تصويبه، ليس إلا. لا أذيع سرا إذا قلت أن اللواء خالد نزار اتصل بي وقال لي إن الأمر لا يتطلب قراءة العمود ولم أجد فيه ما يسيء للجيش. قضية بوعقبة تأتي بعد أيام فقط من حادثة سجن المدون عبد الغني علوي المتهم بالإساءة لهيئات نظامية بعد نشره رسومات كاريكاتورية تناول فيها الرئيس بوتفليقة ووزيره الأول عبد الملك سلال، اتهامات لم يستبعد محامي عبد الغني أن تكون لها كما لكافة القضايا المتعلقة بحرية التعبير في الآونة الأخيرة علاقة بالانتخابات الرئاسية مطلع العام المقبل. هذه سلسلة المتابعات القضائية تكون جعل هؤلاء الأشخاص كأمثلة للصحفيين الآخرين أو المدونين الآخرين حتى لا يقوموا بانتقاد السياسة الحالية والمطالبة بالحقوق الأساسية. هذا الرأي أيده عدد من الصحفيين الذين استنكروا التضييق على الحريات في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد. مع اقتراب كل موعد انتخابي خاصة انتخابات في حجم انتخابات رئاسية تعود السلطة في الجزائر إلى هكذا ممارسات، مبادرة من أجل كرامة الصحفي التي تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية يوم 22 أكتوبر الجاري. هذه المبادرات تأتي في وقت تزايدت فيه المضايقات ضد الصحفيين والمدونين والتي كانت أحد الأسباب التي أدت إلى تراجع الجزائر 4 مراتب عن العام الماضي في تصنيف حرية الصحافة الذي نشرته منظمة محققون بلا حدود لتحتل المرتبة 125. حرية الصحافة التي وعد النظام الجزائري بحمايتها خاصة بعد إصدار قانون إعلام جديد السنة الماضية قيل آنذاك أنه جاء ليحسن العلاقة بين النظام والصحافة، هذه الحرية يبدو أنها تتعرض قبيل الانتخابات الرئاسية للحد والتضييق. سارة بن عيشوبة، العربية، الجزائر. معنا من الجزائر الصادق بقطاي عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني الجزائرية، أهلا بك معنا سيد الصادق في آخر ساعة، كيف تردون أولا؟ أهلا وسهلا. أولا أنا لست عضو المكتب السياسي، أنا عضو اللجنة المركزية فقط. أهلا وسهلا فيك. فيما يتعلق لقد استمعت إلى التقرير الذي يتحدث على تراجع حرية الصحافة والإعلام في الجزائر. في الحقيقة هذا لا يستقيم، لأن عندما نرى حرية الإعلام في الجزائر أولا هناك 24 صحيفة باللغة الوطنية يوميا و20 صحيفة باللغة الفرنسية بالإضافة إلى 9 مجلات رياضية و30 أسبوعية و4 مجلات، إذن فيه 93 نشرية بين صحيفة يومية وأسبوعية وكذا، ولا يوجد سجين سياسي في إلى يومنا هذا في الجزائر، لا على حرية الرأي ولا على تعبيره حول. لا رح نحكي عن السجناء، معلش رح نحكي عن السجناء، بس المدة يعني أو العدد بالأحرى مش معيار، يعني كم نعد كم جريدة فيه مش مهم، المهم اللي بيكتب ما يفوتش على السجن، مثل ما حصل مع حالة سعد بوعقبة أشهر كتاب العمود المهدد بالمتابعة القضائية من وزارة الدفاع، سجن المدور عبد الغني علوي المتهم بالإساءة لهيئات نظامية. ويعني تفضل ردك. أولا نشوف فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، أعتقد حتى في الولايات المتحدة من يهاجم البنتاغون أو وزارة الدفاع الأمريكية من كبار الصحفيين يتم استدعائه واستجوابه واتخاذ الإجراءات الموجودة في الدستور الأمريكي وفي القوانين الأمريكية. في الجزائر ما تفضل به ما نشره سعد بوعقبة في الخبر، وزارة الدفاع أخذت إجراءات
ونددت بما جاء، وهذه مسؤولية وزارة الدفاع، ومن حقها أن تقول لكل من يحاول أن يمس وحدة المؤسسة العسكرية وسمعتها، هذه المؤسسة التي تعتبر الإسمنت الوطني للجزائر وهي حامية السيادة الوطنية والوطن، وقدمت تضحيات جسام إبان العشرية السوداء، لا تقبل من أي طرف كان من هنا وهناك أن يتهجم عليها أو أن يحاول. لا بس لا معلش أستاذ صادق، هذا مش من هنا ومن هناك، هذا مش هنا ومن هناك، عم بتقلل من أهمية الموضوع، عم تقلل من أهمية الناس اللي عم نحكي عنهم. هؤلاء هم الصحفيون، هؤلاء هم الإعلاميون اللي هن اللي عندهم الحق بأن يقولوا كلمتهم عندما يرون ذلك، عندما يرون الحق في ذلك. حتى منظمة العفو الدولية قالت، طالبت بالإفراج عن عبد الغني علوي، وقالت رد فعل السلطات مبالغ فيه، وأضافت توجيه تهم لها علاقة بالإرهاب بهدف سجن شخص تقاسم صورا على شبكات التواصل يوجد سابقة خطيرة جدا. أعتقد منظمة العفو الدولية لا تتعاطف مع الإرهاب يعني. قبل أن ترد، شوف يا أستاذ، هذه المنظمات الدولية التي تكيل بمكيالين وتحاول أن تخلق الشكوك في أكثر البلدان استقرارا، الجزائر ولن دولة مستقرة سياسيا على مستوى شمال أفريقيا وإن لم أقل في أفريقيا، وهي الشعب الجزائري واعي ويدرك جيدا أهمية استقرار الجزائر ولا يخوض في هذه المناوشات. هلا عم نحكي عن الحرية مش عن الاستقرار هناك. أستاذ صادق، في فرق عم نحكي الآن، نحن نتحدث عن الحرية وليس عن الاستقرار، إن شاء الله بيضلوا الاستقرار إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، عم نحكي عن الحرية الآن، عن حرية الصحفيين، عن اعتقالهم، عن سجنهم. أنا شخصيا لا أعتقد أن هناك حرية في حرية الرأي والتعبير مثل التي توجد في الجزائر على مستوى الوطن العربي، حتى لا أقول أوروبا. الجزائر تقريبا البلد العربي الوحيد، إذا استثنينا لبنان، البلد العربي الوحيد الذي فيه حرية الرأي والتعبير، ويكتب الصحافي ما يشاء، ويتحدث السياسي بمن يشاء، ويقول الأديب ما يشاء، وكل من له فكر، ونحن نؤمن بالرأي والرأي الآخر واختلاف الرؤى واختلاف الأطروحات، ولكل والجزائر من البلدان الرائدة في هذا المجال بشهادة أكثر من طرف على مستوى ذاك من لجان حقوق بلا حدود ولجان حقوق الإنسان وكذا، التي نحن أنا شخصيا دائما أقول كل أطروحاتها هي فيها نوعا من الدس. وأنت عندما جاء في التقرير فيما يتعلق بالعبودية، هذا التقرير الذي نشر ويتكلم على أن الجزائر بيحكي على الجزائر كمان، بس حيدناكم الليلة الليلة اخترنا الهند مش الجزائر الليلة عم نحكي عن الهند بموضوع العبودية، لا 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 مش عن الجزائر، لا هذا موضوع آخر بعدك نحكي فيه في حلقة في حلقة مقبلة. معلش أستاذ صادق، لأنه هذا موضوع آخر، وكفيت ووفيت بموضوع الصحافة. بتشكرك لأنه انتهى وقتنا نهائيا لهذه الحلقة. أستاذ صادق أبو قطاية، عضو المكتب، لا عضو اللجنة المركزية للتحديد لجبهة التحرير الوطني الجزائرية، شكرا جزيلا لوجودك معنا الليلة. شكرا.